الضيوف الكرام، الجمع الكريم، هللتم اهلا ونزلتم سهلا في ارض حبل العزه والكرامه والسلم الاهلي. كيف لا ونحن هنا جميعا نستظل بظل الهدوء والطمانينه، فحبل تقول لكم اهلا وسهلا ضيوفنا الاعزاء. فها هم آل شهوان عامة وآل داود والحاج أبو طلال خاصة، يقولون لكم أننا الحب الدافئ الذي لا ولم ولن يكون إلا من أهل الله ومن أجل الله وشرعه، ونفتح لكم قلوبنا وصدورنا. وهذا الكرم بالتأكيد لا يكون إلا من عائلة تخاف الله وتحكم شرعه. فشكراً لكم آل شهوان عامة وآل داود خاصة على حسن الاستقبال والضيافة وسعة الصبر وسعة الصدر والصبر على البلاء. الجمع الكريم، خير ما نبدأ به جمعنا هذا هو التلاوة المعطرة من آيات كتاب الله عز وجل يتلوها علينا الشيخ عمر سلامة، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنما ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، إني اخترتك يا وطني فليتذكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني الرائع يا وطني. والآن نقف دقيقة صمت احتراما لنشيد السلام الوطني، ونقرأ بعدها الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا العظيم والروح المغفور له أنس كفاح شهوان الذي نشهد له بأنه كان من رواد المساجد ومن حفظة أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. كيف لا وهو الذي قدر مغفورا ومظلوما ونحسبه عند الله من الشهداء والصالحين. Thank you.
واستغفر لغيرك لا تنسى من يطلبون السلام وأنت تنام فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام وأنت تفكر بالآخرين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام وها هو رجل الخير والإصلاح الحاج مازن الدويكات يأبى إلى أن يكون دائما شمعة وضاعة في كل لقاء خير وإصلاح فليتفضل مشكورا لإلقاء كلمته. فلسطين الحبيبة أنت أمي وأنت أبي لدي وكل والد فداك دم الشهيد جرى زكيا ويرقص في سبيلك كل غدر وذكرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول موضوع في المحاضرة التقليدية الإخوة تعالوا الموارد الطيبين الطيبين أستاذ إخواننا رجال الأدب على خلاف المنطقة والمناصب الحضور الكرام أقول أمير أستاذ حركة الفتح في المدينة نلتقي حياة كثير في رجال الخير والصحة والوطن طارد إخوان الحضور على اختلاف الأسماء والأرقام والمناصب حياكم الله. وبعد يقول الله تعالى في محكم التنزيل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والقائل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت هذه الآية على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا أخي يا جبريل ما معنى هذه الآية؟ قال جبريل لا أدري حتى أسأل رب العزة. هي أمانة العلم يا أخوان. فسأل جبريل رب العزة قال قل لحبيبي محمد أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتحسن لمن أساء إليك. وأشهد أن لا إله إلا الله. القائل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائل ألا أدلكم على ما هو أفضل من طلب الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحرق الشعر بل تحرق الدين أو كما قال الحبيب عليه السلام. ليش أقول في الخصام قصير لأنه مد قصير. أول كلمة أوديها لإخواننا شهوان وأخونا وحبيبنا والد الشهيد اللي ابنه من رواد المساجد حافظ القرآن الكريم وكان المراقبين في الأقصى قدر الله عز وجل. خذ لك الجاهل من رواد والواحد من الأيام بتسابق في الجوائز الدنيوية لا خذ ولا رب يحصل لك. اسمع ماذا يقول لك رب العزة. يقول إذا ابتليت عبدي ببلاء في دخله أو ماله أو ولده فاستقبل ذلك مني بصبر جليل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا وأدخله الجنة بغير حساب لقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حديث آخر وعزتي وجلالي الله بيكسب بذلك لا أخرج عبدا من الدنيا واحفظا مرحما حتى أوفيه بكل سيئة قد عملها سقما في جسده أو إقطارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثاقيل الضر. فإن بقيت عليه سيئة واحدة شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولده. آخر حديث يقول رب العز من رضي بقضائي وصبر على بلائي وشكر نعمائي كتبته عندي صديقة
ومن لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ ربا سواك. اللهم ارضنا بقضائك وصبرنا على بلائك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين. يا الله، اما اخواني ال ياسين وكمان بعيد وال الشهوات، شوفوا رب العزه يوم القيامه واحنا واقفين في ساحه محكمه الله. محكمه الله ليس لنا مجال الا على قدر موضع قدمين نوقف فيه. ينادي الله جل في علاه: اين اهل الفضل؟ فيخرج ظفر قليل من الناس فيقول لهم مولانا: يا اهل الفضل ادخلوا الجنه فلا حساب عليكم اليوم. يعني اخونا معكم في اي بي اوف مالي، كل حواجب تتابع على الملك عليها، مش ولا وقف عليها، اسمع مني. فيا اهل الفضل ادخلوا الجنة فلا حساب عليكم اليوم، فتكونوا خلائق. يا أهل الفضل ماذا كنتم تعملون في الدنيا؟ قالوا: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا حلمنا. صبر زائد حلم يساوي أهل الفضل، يساوي دخول الجنة بغير حساب. فالإخوة آل ياسين اللي قالوا للحق اعترفوا بالحق وأتوا يا إخواني فيعطوا الحق لصاحبه، إن شاء الله أيضا بيكونوا من أهل الفضل. وأن دار الشهوان اللي سمحوا وبسطوا ورحبوا وهمهم السلم الأمني في حجم الشرقية في الوطن، برضه إن شاء الله بيكونوا جواد أهل الفضل يوم القيامة. لا أريد أن أطيل، كلام كثير، أكتفي بهذا القول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا معقول، الحمد لله الذي جعل الحمد ثمنا للأعمال ودفعا للكبلاء واستقلالا للرضا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وناصر المستضعفين ومفرج الكرب عن المكروبين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وسيد الصابرين، صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه في الملأ الأعلى. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة الكرام، أطوبة اللواء رافع رواد حفظه الله، الإخوة قادة الأجهزة الأمنية، الإخوة رجال الإصلاح، الإخوة الضيوف الكرام، كل باسمه ومسماه. حقيقة بلدنا آمن مطمئن بفضل الله وبفضل العيون الزاهرة المؤمنة بربنا الحريصة على نشر الأمن والسلام. وفي مساء أواخر أيلول الأسود من عام 2014 وجئنا بنبأ عظيم لم نعهده ولم نعرفه ولم نتعود على العيش معه. وإذا بنجم أو كوكب من كواكب هذه البلدة حماما من حمائم المسجد أفلت وغابت من يد آثمة امتدت إليها بغير ذنب غفارها. في العادة مثل هذه الأحوال والفواجع يندفع المندفعون ويتصرف المتصرفون بأحوال وعواطف وانفعالات واندفاعات. فالضارب للحجر والضارب للعصا والباحث عن سلاح والباحث عن أداة النار يطفي حريق قلبه. إلا أن عائلتنا أو ضلال أولادكم وعائلتكم كظموا الغيب، كظموا الغيب وعضوا على الجراح وتحولوا وردوا الأمر إلى الله وقالوا بالحق
وهم في أشد وطأة الخبر. ليس لنا حق عند أحد غير القاضي ووالده. ومع ذلك من أهل وأقارب قوما وأمان وسلام وكلنا بيت سيارة مال في أمان. نحن لا نقوي إلا الحق. أستحلمكم بالله وأنتم مرض عنكم ظروف أقوى وأشد وأخف وأعرض. ألا يعتبر هذا النموذج نموذجا حيا مطبقا لآيات الله ومطبقا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب وتسليم الأمر لله؟ ألا يستحق هذا النموذج أن يكون تاجا على رؤوس العائلات في القرى والمحافظات؟ أني أذهب وطبت وطاب عمل. والآن واللحظة الأولى حضورة اللواء أبو باسل شكل لك من أهل البلد من رئيس البلدية وبعض الأعضاء ورائد الأعضاء وطلب منا وأنا عبد الفقير واحد منهم طلب منا أن نقف بجوار هذه العائلة وأن نؤدي لها حقها الذي أمر. فلذلك جئنا الآن معترفين بالحق طالبين المصالحة والمسامحة بما عهدنا ونحن جاهزون لما تأمرون. وكلنا أذن صاغية وقلوب واعية بما تأمرون. والأمر إليكم وحسبنا الله ونعم الوكيل. راجين منكم أن تستمروا بقلوبكم المؤمنة المفتوحة أن تعقلوا هذا الفرج وفكروا ما جئتم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم جزيل الشكر لإخوتي آل شهوان العامة آل أبو طلال وإخوتي وأولادي خاصة ومطر وثقة فيه لأحكي باسمه. فتقول أول شيء الحديث شوية عند صاحب لأنه بعد معك صحية الحمد لله اللي وقفت اليوم قدامكم اللي كنت أتباب نبت الصلح ونقدر نسعى بالصلح ونربح من عند الله. الحمد لله الذي جمعنا اليوم على المودة والمحبة والتسامح. نرحب بعطوفة محافظ كفيلة اللواء رفع جراب رواتب ورفاقها المحترمين وبالجاهة الكريمة كل باسمه ولقب. ونرحب رجال الإصلاح التي جاءت من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال من غزة من جنين من سلفيت ممثل جاءت سلفيت الأخ أو محمود السلفي رئيس مجلس لجنة إصلاح سلفيت المحترم وزملاء. لا ننسى إخواننا بلجنة الإصلاح من شباب حوار إخواننا
شباب جنين وحجة جاءوا ويساهموا في هذا الإصلاح بهذا اليوم المبارك. ورحب بجميع رؤساء البلديات والقرى والمجالس والمحافظات بهذا الصوت الكريم. ولا ننسى لجنة إصلاح كلكيدية ولجنة إصلاح سكري ما بذلوا من جهد لإتمام هذا الظلم، وعلى رأسهما محافظ كلكيدي وطوفي محافظ كلكيدي السيد رفعت رواجبي الذي ما تأخر لحظة ولا نام ليلة للوصول لهذا اليوم المشهور. السيد رافع لأول مرة المحافظ من محافظات الوطن يكفل الصلح بكفالة خاصة، ولا أي محافظ نفذ هذه العملية، وله كل الشكر والاحترام في هذا الموضوع. أولاً رحمة الله
البلد ده طلع اتنين، واحد سجن واحد تاني انضرب جوتين وقتل والله سلم السلام من رب العالمين. خش ضرب اثنين واثنين عدوا مقتولين، الله سلم واحد تحسب بدقيقتين دي اللي وفى والدية الثانية المضروب اللي الله سلم، وتقدر الدية المغلظة كم تدفع للدية المغلظة بدل يكون قليل حتى يرضى صاحب الموت، ونقدر الديتين 400,000 دينار. ثانيا ثانيا خصوص وجه الجاني ومبعد من اول الحدث شهر 9 بده يضل لاخر شهر 9 حتى تاخذ الفلوس، وضال ابو ضلال يظلم ويهدو، وان شاء الله ان بعد شهر 9 يقدر يرجع او حتى يسمح بقال يفضل. ثالثا فيما يتعلق بجاني لا، لانه في الحق القانوني ما بدنا نحكي في شيء بعد خروجه من السجن لا يعود الى بلد الحبلة حتى يسمح له قال يا ابو طلال لا يعود الى بلد الحبله حتى يسمح وحتى يقول له الاولاد ابو طلال وابو طلال. حتى والد المقتول والد جاني لو رجع بعد شهر 9 الحبله لا يحق له المرور امام بيت ابو طلال او العمل في المكتب الذي يعمل فيه، يحق له ان يعمل سيارة، اما يعمل بعيدا عن اهلي ابو طلال او لا حتى يسمع له ابو طلال او لا. ويبدأ بهذه الشروط ان شاء الله نعقد رأي صلحنا. ولا ننسى جهد محافظنا لأنه نفت كلمة الفضلات والأفرانس بعد رد الجهة إكراما لوجه الله تعالى ولرسوله واحتراما وإكراما أجدادا إلى عطوفك المحافظ الأخ أبو باسل. نقدم هذا الشكر حسين الجماعة لوجه الله تعالى لرد الأخ أبو باسل. بارك الله فيك. إنه ربنا نزل القرآن الحمد لله. الحمد لله. وما يلقاها إلا الذين صبروا.
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. أن يلتقي الخصوم وبينهم لما لم تجف بعد يلتقون ويصبرون ويحتسبون ويصافحون هذا العفو العظيم وهذا الأجر الكبير. إن كنا في الدنيا نستكبره فإن الله يعظمه وإن الله يأثر صاحبه بجنة عرضها السماوات والأرض. والأعظم من هذا أن يكون ولي الذنب القاتل معترفا بذنبه معلنا أنه أخطأ في حق أهله وأصدقائه وأهل بلده. والآن الأخ أحمد ياسين ولي القاتل يلقي كلمة رغم أنه غير متعود على الكلام في مثل هذه المواقف، لكن أمور لا بد منها فليتفضل. أعتذر عن اللي حصل على المدينة في الغاية لحق أخونا أخونا المهزبي المحترمين وشوي أخونا أجاهد في هذه اللحظة. شكرا وإن شاء الله رب العالمين منه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا على كلمة الحق المبين. بارك الله فيكم ونتابع برنامجك. تفضل. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا تجرأ الصبر. فإن قتلك فذهبت شهيدا وإن أحياك أحياك عزيزا. فإذا كنت ذا رأي فكنت عظيم الجن فإن فساد الرأي إن ترددت. وقفة المقابل محافظ محافظة الكبير الأخ اللواء رافع رواتبي ونائبه الأخ حسام أبو حمدي المعترمي منتسمي الأجهزة الأمنية والجنوبية كل بالأكمل ومسماه الإخوة اللتان وعشائري والإصلاح المحترمين الضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا في بلدنا. قال تعالى في محكم آياته وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وقال أيضا في آية 132 من سورة آل عمران وسائروا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أولئك هم المحسنين. فمن هذا المنطلق نعلن عفونا لوجه الله تعالى ورسوله الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الحضور، البداية عندما أنظر إلى هذه الوجوه أرى ممثلين عن كافة مكونات الشعب الفلسطيني، وتحت سقف هذه القاعة أرى القوى الوطنية، أرى لجان الإصلاح، أرى مؤسسة الأمن، أرى الفعاليات، أرى المؤسسات الأهلية، أرى جميع من يساهم في إحقاق الحق وفي إتمام الصلح، وأرى كل الجهود الخيرة، أرى ممثلين عن كافة أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة المحافظات من غزة هاشم إلى جنين القسام إلى نابلس جبل النار
إلى سلفيت الزيتون والصمود، إلى رام الله البقاء، إلى قنبلة الدفء، الحب الدافي لهذا الوطن. أرى الجميع وكل يعتنيه فرحة، فإننا نحن اليوم نعم في فرحة في سرور سعيدون بهذا الاحتفال الوطني. نعم إنه احتفال وطني لأن مكونات الشعب الفلسطيني كلها حاضرة. نعم إخوتي، وفي البداية أيضا أقول لكم أن الأخ أبا مازن سيادة الرئيس رئيس دولة فلسطين يكرهكم السلام على هذا الجهد، على هذه المحبة، على هذا العطاء المستمر. وبالنيابة عنكم وباسمكم جميعا نطير له التحية والتقدير والمحبة، حيث أنه أولى ما أولى اهتمامه الأول بموضوع السلم الأهلي. وعندما كلفني قال لي وأوصاني: اذهب لتحافظ على الأمن، لتحافظ على السلم الأهلي، اجتهد، قدم، اعطي، فإن أهلنا في قنقيليا وفي الوطن يستحقون كل العطاء ويستحقون كل الجهد، يستحقون أن يبذل من أجلهم الغالي والنفيس من أجل أن يعيشوا بأمن وأمان واستقرار. فكان فرسان المؤسسة الأمنية حاضرون دائما عندما يتطلب منهم ذلك. نعم إنهم حاضرون الليل والنهار، يبذلون الجهد، تلو الجهد، من أجل أمن، من أجل استقرار، حتى نعيش جميعا في وطن حر مستقل. ولنتفرغ إلى التحديات، إلى التحديات الكبرى، ألا وهي الاحتلال، الاحتلال وتبعاته، الاحتلال وإجراءاته، الجدار والحصار. ونريد الدولة، الدولة الفلسطينية المستقلة في عاصمتها القدس، ولن تتأتى إلا بجهود كل الثوريين والوطنيين والشرفاء والأحرار في هذا الشعب. وإني أراهم الآن تحت سقف هذه القاعة، أرى بهم إرادة، وأرى بعيونهم الإصرار، وأرى بهم التحدي من أجل البقاء ومن أجل بقاء الدولة الفلسطينية. فلكم منا جميعا الشكر والتقدير للجان الإصلاح التي بذلت الجهد إلى كل الفعاليات والمؤسسات. شكرا وتقديرا لكم. وأنتم آل شعوان، أخي أبا طلال، أقول أنه وإذن الحادثة الأليمة، حادثة الغدر التي أودت بحياة الشهيد أنس كفاح شوان شوان عفوا، أقول أنهم كانوا رجالا سطروا سابقة في هذا الوطن وسنوا سننا خيرة. نعم كانوا مثالا للكرم والصفح والعطاء، فصبروا وكانوا من الصابرين، وكظموا وكانوا من كاظمي الغيظ، وعفوا وصفحوا وكانوا من العافين، فأحسنوا وزادوا إحسانا وكانوا من المحسنين. كيف لا وقد دفنوا مع دفن أنس البغضاء والألم والقهر، وهم الآن يقفون أمامكم ليمدوا يد الصفح والكرم إلى عائلة مرداوي التي أعطت ووعدت بأن تعطي كل ما لديها من أجل إيفاء الحق إلى أهله. نعم، والآن أقول لكم يا آل شعوان، شكرا لكم، شكرا على مواقفكم، وآمل أن تكونوا أكثر عطاء، وأريد منكم أكثر إحسان.
أريد منكم أكثر إحساناً وأنا أستحي. كيف لا وأستحي وأن الله قد استحى أن ينصب لكم ميزاناً؟ كيف لا والله استحى عندما أدخل الصابرين المكلومين إلى الجنة بدون نشر كتاب أو حساب أو ميزان. وبالتالي عندما أطلب منكم نعم أستحي ولكن أقول أريد منكم أكثر وأريد إحساناً على إحساناً وأريد أن أقابلكم في غير هذا اليوم في يوم آخر لأرى من كرمكم الذي تعودت عليه سابقاً أكثر فأكثر وأنتم الأكرمين وأنتم الكرماء. فشكراً لكم شكراً لكم آل شهوان آل داوود أبو طلال وشكراً شكراً إلى آل مكاوي الذين كلفوني ومنذ اللحظة الأولى وقالوا بالحرف الواحد اذهب وخذ واعطي ما تريد فإننا وراءك حتى يفي الحق وحتى نوفي بالحق إلى أهله وحتى نعطي آل شهوان ما يرضيهم. نعم هذا ما قالوه لي أهل مداوي. نعم فالشكر والتقدير والتحية والاحترام لهم جميعا. وفي هذا اليوم أريد أن أذكر وأقول أو أريد أن أستنكر كافة وأطلب من رجال الإصلاح كافة في محافظة قلقيلية للاستنفار ووضع اليد على اليد والاجتماع وإنعقادهم باجتماع دائم حتى يحلحلوا كافة المشاكل العالقة في هذه المحافظة. وجهد خير على جهد خير. أنا آمل أن يكون هناك حل لكافة القضايا العالقة في محافظة قلقيلية وخاصة قضايا الدم. فأستنكر الجهود الخيرة والأيادي البيضاء والقلوب الطيبة والعقول الطيبة في هذه المحافظة وفي باقي محافظات الوطن وكل الخير وكل أهالي الخير من أجل أن نصل إلى أمن وسلام واستقرار في هذه المحافظة حتى نتفرغ كما قلت سابقا إلى مواجهة التحديات الكبيرة ألا وهي الاحتلال وكل السواعد الطاهرة والبيضاء السواعد التي تعمل من أجل الفلسطين نحن بحاجة إليها الآن وفي هذا اليوم الذات حتى نكسر الاحتلال وإرادته ومخططاته وغطرسته ونريد أن نقيم دولتنا بعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم. يعني أنا هذا تعليق يعني المفروض يكون عرس وطني هذا اليوم اللي حصل احتفال فعلا. أنا كثير سعيد ومسرور جدا بما حصل بأن هناك يعني وئدت الفتنة اليوم وبجهد الخيرين من أبناء شعبنا لجان الإصلاح في محافظة قلقيلية في محافظة طول كرم لجان الإصلاح في نابلس لجان الإصلاح في سلفيت في كافة محافظات الوطن وأيضا جاءنا ضيوف ولجان الإصلاح من غزة هاشم غزة البطولة أيضا شاركونا في هذا الاحتفال الوطني. أسأل الله أن يوفقنا في إتمام كافة المصالحات في هذه المحافظة حتى يأمن شعبنا ويستقر ونتفرغ لمواجهة التحديات ألا وهي الاحتلال كسره وهزيمته بجداره بحصاره وعودة كل أبناء شعبنا إلى ديارهم في ظل دولتهم في ظل العاصمة القدس الشريف إن شاء الله. أنا بوجه رسالة أولا بقول لكل الناس اللي إلهم قضايا عالقة ما زالت وحتى الآن يفكرون ويعتقدون أن هناك يعني الزمن سيأتي لهم بحقوق. أنا أقول أن الحق واضح وبين دائما وبجهد الخيرين من أبناء شعبنا سيصلهم حقوقهم وآمل أن يتجاوب الجميع ويتعاون الجميع مع لجان الإصلاح ومع القانون من أجل إتمام المصالحات حتى ينتهي
تنتهي كل آثار الضغينة في هذه المحافظة، وخاصة أن هناك قضايا ما زالت عالقة في محافظة قلقيلية، آمل أن تنتهي في أقرب وقت ممكن، آمل أن من الجميع أن يستنفر جهوده من أجل إتمام المصالحات وإنهاء كافة القضايا. إن هذا اليوم هو عرس وطني، لقد جئناكم في منطقة جنوب نابلس لنبارك ونشارككم الفرحة من أجل الصلح المشرف الذي قام بين العائلتين آل مرداوي وآل شهوان. نحن يجب علينا جميعا أبناء فلسطين أن نكون متسامحين ومتصافحين وأخوة وأحباء من أجل بناء هذا الوطن. أوجه رسالتي إلى كل المحافظات وإلى كل المشاكل، وخاصة مشاكل الدم في محافظة نابلس وفي كل المحافظات، أن يكونوا دائما وأبدا على استعداد، ونحن جاهزون لجان الإصلاح في كل المحافظات، ونعمل في الليل والنهار كرجال إطفاء من أجل إخماد الفتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا نهنئ أهل هذه المحافظة الصامدة على هذا اليوم الذي أبدوا فيه كل موقف نبيل وكل حرص على المصلحة الوطنية العليا، وإننا جئنا نشارككم هذا العرس الوطني ونشكرهم على هذا التجاوب مع الأخوة في لجان الإصلاح، وأخص بالذكر الأخ أبو فايز والأخ أبو طلال والد المغدور رحمه الله، نشكره ونخص بالذكر أيضا شكرنا الأخ أبو أحمد وأبو باسل والشيخ مازن دويكات وكل أعضاء لجان الإصلاح في هذه المحافظة، نشكركم شكرا جزيلا وبارك الله فيكم ومبروك عليكم هذا اليوم. والله أنا أثلي صدري يعني في طريقة التعاطي الطرفين، يعني أهل القتيل وأهل القاتل أو المغدور يعني والأهل القاتل، وبالتالي كان عرس يعني أكثر ما يكون إصلاح تقليدي بالمعنى المعروف، إنه الإنسان يقدر في لحظة من اللحظات إنه يكون نموذج في 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 التنازل عن حقه أو في الصفح وفي في 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 كظم الغيظ. أنا هذه سابقة كثير انبسطت منها، وإن شاء الله تكون كل مناسباتنا القادمة وأي إشكالية بتصير بهذا النموذج، حتى نكون إحنا يعني قدوة ونكون كلنا مصلحين. إحنا الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلانا بمصاب شديد، وربنا سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله ربنا ابتلانا وأنعم علينا بالصبر، فنسأل الله القبول والرحمة، ونسأل الله إنه يتغمد أنس في الفردوس الأعلى، وبارك الله فيكم.